بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد ايها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونستكمل اليوم توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم لشباب امته فتيانا وفتيات بان يكون المقياس في اختيار الزوجه هو مقياس الدين بعد ان ذكر مقاييس اخرى كالمال والجمال والحسب والنسب. وقد عرضنا في شيء من التفصيل لماذا توقف صلى الله عليه وسلم عند مقياس الدين ولم يتوقف كثيرا عند مقياس المال والجمال والنسب. وقلنا ان السبب في ذلك هو ان الاسلام يؤسس بنيان الاسره على قواعد صلبه. واسس متينه ذات اثر ممتد في استقرارها وبقائها وان المقاييس الاخرى غير مقياس الدين لا تتمتع بهذه الخاصه اذا ما استقلت وحدها بهندسه هذا البنيان المعقد وما يعرض له من تحديات واليوم نبين ان مقياس الدين في اختيار الشاب للفتاه واختيار الفتاه للشاب ليس هو ما يتصوره بعض الناس مما يتعلق بجانب العبادات وكفى وان التدين هو الاجتهاد في الصلاه وفي قيام الليل وصوم الاثنين والخميس ولا شيء بعد ذلك فالصلاه وما اليها من باقي العبادات المفروضه هي فروض لا يستطيع مسلم ولا مسلمه ان يتحلل منها أو يناقش في أمر فرضيتها ووجوبها كما أمر الله ورسوله. غير أنها على خطرها لا تستوعب كل جوانب هذا الدين العظيم، بل تبقى هناك جوانب أخرى هي من صلب هذا الدين وجوهره وحقيقته. وأعني بها جوانب الأخلاق، التي لا تقل أهمية ولا خطرا عن جانب العبادات المفروضة. وقد عرضنا من قبل لقوله تعالى في شأن الصلاة ومقاصدها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفي شأن الصوم وغايته لعلكم تتقون، وفي شأن الزكاة وثمرتها الخلقية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والانتهاء عن الفواحش، والتقوى والتطهير والتزكية، كلها من باب الأخلاق والفضائل والآداب. كما عرضنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان المراه التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل الا انها كانت تؤذي جيرانها بلسانها فكان مصيرها الى النار، مما يدلنا على ان الاخلاق الكريمه التي تسع الاخر ولا تعتدي عليه ولا تؤذيه بغير حق هي والاسلام وجهان لعمله واحده وما نرمي اليه من وراء هذا التحليل السريع لمعنى الدين وانه والاخلاق امر واحد هو اننا حين نعدد صفات المراه التي تدعو الى الاقتران بها ونذكر منها وصف الدين فاننا نقصد من الدين هذا المعنى المرتبط بالاخلاق والذي يدور معه الدين وجودا وعدما وانه اذا صحت الاخلاق صحت العبادات وصح التدين واذا مرضت الاخلاق مرضت العبادات ومرض التدين وان حسن الخلق اذا انفصل عن التدين فها هنا اماره كافيه على ان هذا التدين مغشوش واذا فمقياس الدين الذي ورد في الحديث النبوي ليس هو التدين الشكلي او الالتزام بالدين في موطن والتخلي عنه في موطن اخر وانما هو الدين الباعث على اخلاق المروءه والتسامح وواجب الرعايه والمسؤوليه وغير ذلك مما لا تستقر اسره او تشعر بالموده والرحمه بدونه هذا وينبغي ان نعلم ان كل ما قيل في اختيار شريكه الحياه يقال مثله في اختيار الفتاه شريك حياتها من عدم الانبهار بالثروه او الشكل او وجاهه الاسره والامر هنا اكثر خطرا واشد خوفا لان اسباب الاضطرابات التي يخشى منها على استقرار الاسره متجمعه هذه المره في يد الزوج الذي قد تغريه ثروته او وسامته بالطلاق او التعدد ومما تجدر الاشاره اليه في شان اهتمام الاسلام بالاسره عدم اجبار الفتاه على التزوج بمن لا تحب او لا تشعر بالميل اليه وتحريم ذلك تحريما قاطعا على اولياء امور الفتيات. وهذا النوع المؤلم من الزواج كان موجودا الى عهد قريب، وكان يمثل حاله من حالات تغلب العادات والتقاليد على احكام الشريعه. واذا كان الاسلام لا يبيح للاسره اجبار ابنتها على الزواج ممن لا تميل اليه، فكذلك لا يبيح للفتاه ان تختار شابا غير كفء لها ولا لعائلتها ثم تفرضه عليهم باسم الشريعه وحريه الاختيار وعليها ان تعلم انها عضو في اسره وان الحكم الشرعي هنا متساو فكما منع الاسره من ان تفرض عليك شابا لا تريدينه فكذلك يمنعك من ان تفرضي على اسرتك شابا يلحق بهم المنقصه والقيل والقال او شابا غير مؤتمن على مستقبلك الاسري ولا يراه الا شهورا او سنوات قلائل تبدا بعدها اسرتك في تحمل المشاق والالام وتبعات التسرع والتهور في الاختيار وعليك ان تكوني دائما على ذكر من الحكمه التي تقول من تزوج على عجل ندم على مهل ومن اهتمام الاسلام بالاسره نهيه ان يخطب الشاب على خطبه شاب اخر وان من يرغب في ذلك فعليه ان ينتظر اتمام الخطبه فينصرف عن المخطوبه او فسخها فيتقدم اليها والحديث النبوي صريح في ذلك الامر لا يخطب الرجل على خطبه اخيه حتى يترك الخاطب قبله او ياذن له الخاطب والنهي هنا نهي للتحريم، اذ هو حكم الاخلاق التي بعث نبي الاسلام صلوات الله وسلامه عليه ليتمم مكارمها. ومعلوم ان في خطبه الرجل على خطبه اخيه اشعالا لمشاعر الحقد والعداوه والبغضاء بين الناس. ولكن قد يحدث ان يتقدم في بعض الاحيان اكثر من شاب لخطبه فتاه. وفي هذه الحاله لا حرج على المخطوبة ان تتريث لرؤيتهم جميعا ثم اختيار واحد منهم وتفضيله على غيره ومثل هذه الحالة لا يشملها النهي المحرم الوارد في الحديث الشريف ومن اهتمام الاسلام بالاسرة ان جعل مسؤولية الاسرة مسؤولية شرعية مشتركة بين الزوج والزوجة وليست مسؤولية قانونية ومعنى المسؤوليه الشرعيه هي استحقاق الثواب او العقاب فهي مسؤوليه مراقبه ومسجله وتفضي بصاحبها اما الى رضا الله واما الى غضبه واذا كان المسلم ليس حرا في ان يكون شريرا خارجا على حدود الله وحرماته في غير نظام الاسره فهو بالاحرى ليس حرا في الخروج على الحدود التي حددها الشرع في معامله الاسره او التهاون في المسؤوليه الشرعيه التي اناطها الله تعالى بالزوج والزوجه على السواء والتي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راعٍ عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته ثم يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول ويؤخذ من هذه الأحاديث أن كل من الزوج والزوجة ليس حرا في معاملة الآخر حسب الأمزجة أو حسب دواعي الكراهية أو العناد وانما هناك المسؤوليه الشرعيه وبعدها الثواب او العقاب وان هذه المسؤوليه الشرعيه بما تدعو اليه من ايثار المعامله بالموده والتقدير المتبادل كفيله بحمايه عش الزوجيه واستقراره وان المعامله في اطار الموده والرحمه والعشره بالمعروف هي صانعه السعاده التي لا تكتسب من الاشياء ولا تجتلب من المقتنيات، وإنما يفيض بها القلب حين تنبع هناك من أعمق أعماقه، شكراً لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.